رجعنا لكم من جديد في ختام الحصة، نخرج معكم بتصلتينا. صلتينا صلتينا. نجوى كرم تحصد ملايين المشاهدات بجميع أغنيات ألبوم كاريزما 7. بتاريخ 2 أكتوبر 2023 حققت جميع أغنيات ألبوم الفنانة اللبنانية نجوى كرم كاريزما ملايين المشاهدات في مواقع اليوتيوب، واللي ضمن 7 أغاني صورت منهم أغنية شغل موسيقى بطريقة الفيديو كليب مع المخرج دانا حداد، وحققت حتى الآن قرابة 5 ملايين مشاهدة، وهي من كلمات عمرو لاوند وألحان توزيع علي حسون. الأغنية الثانية في الألبوم حملت عنوان ألبوم كاريزما، وهي من كلمات شكونه وألحان الشاب سامر وتوزيع فادي جي جي، وحققت 3 ملايين مشاهدة، بينما حققت أغنية 10 دقائق من كلمات وألحان وسام الأمير وتوزيع فادي جي جي 1.5 مليون مشاهدة. ويضم الألبوم أغنية اشتقت له من كلمات عامر لاوند. اشتقت له من فضلك، من فضلك اشتقت له. طيب ماشي يلا. وألحان وتوزيع علي حسون حصدت حتى الآن 2 مليون مشاهدة، وأغنية بحبك حب كلمات وألحان إيفان نصوح وتوزيع فادي جيجين 1.5 مليون مشاهدة، وهو نفس العدد من المشاهدات اللي حققته أغنية زعلك صعب من كلمات عامر لاوند وألحان علي حسون وتوزيع ستيف سلامة. أيوة. وحصدت الأغنية 7 في الألبوم كاريزما اللي صدرت بعنوان مغرومة بحالي قرابة 800 ألف مشاهدة، وهي من كلمات أمل فات وألحان وسام الأمير وتوزيع فادي جيجي. وقد طرح الألبوم من إنتاج شركة روتانا وعبر قناتها الرسمية في اليوتيوب. ومن جانب آخر تستعد الفنانة نجوى كرم العديد من النشاطات والحفلات الغنائية خلال الفترة المقبلة، واللي تتضمن مفاجآت كبيرة لجمهورها في جميع الوطن العربي. أما تصلتينت اليوم مش تكون مع أغنية كاريزما. يعطيك الصحة. Oh.